ورجعنا لكم تاني مرة تانية أنا ونيرة، وفقرتنا بقى دلوقتي بنتكلم عن كل حد عاوز يتخن ومش عارف، وحد شايف نفسه ان هو نحيف وبرضه مش عارف يتخن وبيحاول يتخن وبرضه مش عارف. أهلا بيك يا دكتور أحمد، دكتور أحمد أهلا بيك. دهشان. تمام تمام. تمام عايز أعرف بقى في الأول إيه هي النحافة أصلا؟ لا ببساطة شديدة كده، بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، يعني لو جينا نعرف النحافة نقول إن النحافة نزول في الوزن عن المعدل الطبيعي أكتر من 15%. طب واحد سؤال بقى يقول لك، طب إيه هي، يعني إيه هو المعدل الطبيعي، أو إيه الوزن الصحي، أو إيه الوزن المثالي؟ إزاي نعرف إن بالفعل إن أنا أكون أقول على الشخص ده نحيف؟ من خلال حسبة بسيطة خالص، اللي هي حاجة اسمها البادي ماس اندكس، أو مؤشر كتلة الجسم. البادي ماس اندكس دي اللي هو معادلة كده بسيطة، أنا عايز كل الناس تكتب المعادلة دي عشان تعرف حتى إن أنا إزاي بطريقة بسيطة أعرف إن ده الوزن المثالي والشكل الجذاب بتاعي، أصل في ناس بتبقى متشككة كتير، بتسمع قناة يعني اللي معينة. بيسمعوا دلوقتي حضرتك ورقة قلم يكتبوا ورا حضرتك؟ يا ريت. اوكي حضروا يعني بقى. اي شخص ممكن يحسب الوزن المثالي لنفسه ولا ده محتاجة تخصص؟ يعني انا لما بروح لدكتور فبتقولي انت بتحسب الوزن والكتلة حاجات زي كده على ما اعتقد. ايوه، اي حد بيجي من له ابلكيشن معينه، الابلكيشن دي بتبقى السن والوزن والطول والجنس والحاله الصحيه، وهل عنده مشاكل عضويه معينه. دي من كل المعلومات دي نقدر نشخص الحاله، لكن بشكل اساسي انا دلوقتي عايز كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بشكل اساسي، ايه هو، انا اعرف ازاي ان انا الوزن بتاعي مثالي او الشكل بتاعي جذاب، اعرف ازاي خلال المعادله دي. وفي طبعا في حاجه، في طرق كتيره جدا مشهوره ومعروفه لناس كتير جدا، ان احنا مثلا في حاجه بسيطه كده، ان انت بيقول لك اطرح الطول بتاعك، يعني مثلا لو انت الطول بتاعك 170 سنتي، ان انت تطرح رقم 100 يبقى ده هو الوزن المثالي بتاعك. بس طبعا دي مش حاجه، مش دقيقه قوي، يعني انت مثلا لو نزلت عن 70 يبقى احنا كده بنتكلم ان الشخص ده نحيف، وان الوزن المثالي ده كده طريقه بسيطه قوي. وفي بعض الناس بيقول لك لا، اطرح يعني اطرح من الوزن بتاعك 105، الرقم اللي يطلع هو هيبقى الوزن الوزن المثالي. المثالي بتاعك. الطريقه بقى اللي هي تعتبر دقيقه بشكل اساسي، او ان احنا نقول نقدر نقول عليها ان هي دقيقه شويه، علمية يعني. الى حد ما، اللي هو البادي ماس اندكس. طبعا في الاجهزه دلوقتي اللي موجوده عندنا في العيادات او كده بتسهل الحاجات دي، بيبقى طالع شيت كده فيه كل المعلومات دي. بس انا بتكلم دلوقتي بالنسبه للبيشنت، او بالنسبه للشخص، انا اعرف ده عشان ما تشككش في واحد يجي لي العياده هو ما عندوش اي حاجه وجسمه كويس جدا، الوزن بتاعه مثالي، بس هو يعني معتقد داخليا جواه ان انا نحيف. هو حاسس كده، هو بحاسس من جواه ان هو نحيف، بس لكن طب احنا نقيم الموضوع وندي الفيصل في الموضوع ازاي؟ اللي هو من خلال الحسبه دي. اظن اعتقد كده البيشن او الناس دلوقتي جابت الورقه والقلم. اكيد اكيد طبعا. تمام. اللي اتفضل هو الوزن على مربع الطول، ان احنا من خلال الوزن ده بيبقى بالكيلو جرام، والطول بالمتر المربع ليس بالسنتيمتر. اصل واحد يقول لك 170، لا، يبقى مثلا لو انت طولك 170 يبقى 1.7. تمام. من خلال واحد نضرب 1.7 في 1.7 يبقى ده مربع الطول، يبقى الوزن على مربع الطول الناتج اللي يطلع هو ده بقى نقدر نقول عليه بقى الناتج. لو طلع اقل من 18.5 نقدر نقول على الشخص ده نحيف. الناتج اللي طلع لو طلع اقل من 18.5، وبرضه بتتفاوت. هي الحسبه شكلها صعبه، يعني انا لغايه دلوقتي بفكر اما اروح احسبها ازاي، بس ازاي هقول لك صعبه. ببساطه قوي، ببساطه الوزن بتاعك شوفيه كام بالكيلوجرام. تمام. بالكيلوجرام، والطول بالمتر مربع، متر مربع، مثلا الطول بتاعي 170 يبقى هنضرب، لا يعني هنضرب الطول في الطول، يعني ببساطه قوي ان احنا هنضرب يعني الطول في الطول بس بالمتر مربع، بالمتر، بالمتر. يعني انا لو 170 يبقى 1.7، لو 180 يبقى 1.8، في 1.8 الناتج اللي يطلع يبقى ده مربع الطول. نجيب الوزن بالكيلو جرام فوق وتحت بالمتر مربع. بالمتر مربع الناتج اللي هيطلع، يعني بيقول لك الوزن المثالي والشكل الجذاب اللي هو من 18 ل 25، ده الوزن الطبيعي. لان انت لو الناتج بتاعك طلع من 18 ل 25 يبقى انت كده 100 100، يبقى انت كده ماشيه في السليم زي ما يعني. انا بيقول بقول لكل الناس اللي عرف يحسب الحسبه دي وعملها تمام يعملها ويعرف وزنه، اللي ما عرفش بيروح بقى للدكتور المتابع معاه وهو هيقول له الوزن لا، بتاعي بس اهم ولا حاجه يا جماعه برضه نفسه. عايزين ننوه النقطه، اهم حاجه الدكتور اللي اتفضل. هتروحوا له اهم حاجه يكون انا، ما تروحوش لاي حد تاني. اكيد طبعا. اكيد اهم حاجه طبعا دي، او دي النقطه الاولانيه. طيب انا عايز اعرف انواع النحافه، عندنا اكتر من نوع للنحافه، كم نوع؟
تمام. بس انا كنت قبل بس ما نخش على انواع النحافه وكده، بس انا عايز اتكلم بس في نقطه ان احنا دلوقتي لو الرقم اقل من 18 ونص يبقى ده قلنا ان هو المعدل كويس، يبقى اقل من 18 ونص يبقى ده نحيف. بتتفاوت بس بقى في سيفير ومودريت ومايلد. السيفير اللي هو نحافه شديده دي بتبقى بتساوي الرقم بتاعها بيساوي 16 او اقل من 16، ده نقدر نقول عليه نحافه شديده ولازم يتوجه بشكل مباشر للدكتور. من 16 ل 17 دي نحافه متوسطه، ان البادي ماس اندكس اللي طلع اللي احنا قلنا الناتج بتاعنا ده لو من 17 من 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 16 ل 17 دي متوسطه، من 17 ل 18 دي البسيطه. حضرتك دلوقتي بقى في نقطه انواع النحافه. انواع النحافه، ان احنا بص هو في نقدر نقول كده في نوع اولي او في كلام كتير، في يقول لك نوع مقصود او ارادي او 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 غير ارادي، في لها يعني مسميات كتير. واحده يقول لك انا عايزه بس اعرف ان في ناس ممكن واحده تشوف نفسها ان هي نحيفه مع ان ده بيبقى الجسم الرشيق او الجسم المثالي، فعايزين نعرف الفرق ما بين النحافه والرشاقه، يعني ايه الفرق ما بينهم؟ الواحده تشوف نفسها تقول لا انا كده جسمي مظبوط عفوا، فايه الفرق ما بين النحافه والرشاقه؟ ازاي انا اقول لا انا كده جسمي رشيق مش محتاجه ان انا املى شويه، او ازاي اقول لا انا محتاجه ان انا املى شويه؟ ما احنا قلنا برضو المقياس في البدايه، احنا قلنا المقياس في البدايه اللي هو البادي ماس اندكس ده لو قل عن 18 ونص يبقى احنا كده في نحافه. ده ما لكن يعني طب بالنظر يا دكتور، يعني انا ممكن بنظر عيني اعرف ان انا نحيفه او ان انا كده وزني مثالي، او ان انا اشوف لو شفت شخص اقول عليه نحيف او وزنه مثالي؟ ما بيكون في ناس فعلا نحيفه جدا بس هو شايف نفسه ان هو كده جميل، بس هو محتاج فعلا يتغذى. هو عادي. ايوه. بصي الخبراء الانجليز قالوا يعني معلومه مفيده قوي، بتقول ايه المعلومه دي؟ بيقول لك لو الشخص النحيف ده بيمارس حياته بشكل طبيعي وفي طاقه وفي نشاط وفي حماس وفي حيويه ومفيش اي اعراض جانبيه اللي هو الضعف العام او مشاكل في المناعه او جسمه ما بيقدرش يقاوم امراض، يبقى ده ما تخافش عليه نحيف مفيش مشكله ما دام مفيش اي اعراض للنحافه وده كده. لكن لو في اعراض بقى اللي هو الضعف العام، في مشاكل معينه صحيه، عنده امراض عضويه، في دوخه وصداع، في شعر بيقع، ده يعني كل في امراض فعلا بتسبب النحافه. بالفعل طب احنا دلوقتي يعني النحافه احنا قلنا بقى هي دلوقتي اتكلمت في نقطه النوع اللي هو انواع النحاف. هو النوع البسيط، وده بيبقى يعني نقدر نقول ان السبب الرئيسي بتاعه قله تناول الاكل بصفه عامه. وده تغذيه، يعني قله تغذيه. في حد بياكل يعني عشان شغله والكلام ده فما بياكلش غير مره واحده في اليوم او مرتين، فما بياكلش الثلاث وجبات متكامله. فده انا عايز اقول لك هنيره، انا اعرف ناس ما شاء الله الله اكبر، يعني عشان ما اكونش بحفظهم، بياكلوا اكل باين عليهم جميل جدا. ايوه فعلا ما بيبانش عليهم خالص وشكلهم نحيف، يعني ان شاء الله والله ما بحسد يا جماعه، بس بجد بيكونوا بياكلوا ما شاء الله 24 ساعه، بياكلوا كتير وكميه كتيره واوقات كتير ورفيعين، يعني برضو مش رفيعين بشكل الجسم كويس، لا محافظين على جسمهم، لا شكلهم يعني بيدي على نحافه برضو. صح بالفعل. بس انا عايز اتكلم في نقطه، انا عايز اتكلم في نقطه دلوقتي الفيصل في موضوع ان نقدر نقول على الشخص نحيف ان هو بالطريقه البدائيه او وما دام الشخص ما عندوش اي اعراض تاثر على النحافه بتاعته ما فيش اي مشاكل سوى ممكن يبقى حد رفيع وما شاء الله فيه صحه اكتر من حد يعني عندك حق. بالفعل كده. بس عايز برضو اوجه الناس لنقطه مهمه قوي اللي هي نقطه الحرمان. ان انا دلوقتي في ناس مفكره كتير، يعني الناس كتيره سواء جاء في حالات السمنه او حالات النحافه اللي بتجي لنا في العياده، ان انا دلوقتي اما اقلل واعمل تقنين بشكل كامل للنشويات او اعمل تقنين للدهون او ان انا اخد نوعيات معينه من الاكل ان انا كده زي الفل وهوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بالطريقه دي. هو بالفعل بيوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بس بيحرم نفسه من كل الاكل. بس في قاعده بقى مهمه الناس دي لو فهمتها بشكل قوي جدا هتبقى دفعه قويه جدا يزيد او يقل على حسب هو ايه بقى يعني ايه بقى القاعده دي. اللي هي القاعده ما تقاومه سوف يستمر، ما تقاومه سوف يزيد. يعني ايه؟ يعني بالظبط عامل بالظبط لو في حبايه مثلا موجوده في ايديا كده، لو الحبايه دي انا هرشت فيها اللي هيحصل هتكبر. تمام. هرشت جنبها يطلع واحده جنبها وهكذا، انك تهرش فيه وتقاوم في الجسم لحد ما ينتشر الحبايه دي تبقى مجموعه من الحبوب في الجسم كله. فهي دي فنفس القصه بالظبط. يعني اللي بيحارب الجسم بيحاربه، عامل كده ضربات مرتده.
يبقى نفسي فيه يعني انت، انا مش هاكل لا هو الحاجه قدامي وهاكل يعني هاكل هاكل يعني هاكل. ومشكلتنا برضو ان احنا يعني زي ما انتوا قلتوا تقريبا في الجزء الاولاني، ان احنا ماشيين بجزء من الروتين او ماشيين بالزبط. في حياه روتينيه ممله، حياه روتينيه ممله، اللي احنا ماشيين خلاص كل يوم نفس الحاجه، كل يوم ناكل نفس الحاجه. طب كده الاكل يعني كده يعني اولا احنا مش بندي الجسم كل العناصر الغذائيه، لازم برضو الناس تبقى فاهمه بشكل قوي جدا ان ايه هي العناصر الرئيسيه المفروض كل يوم يبقى الاكل بتاعنا موجود فيها. ايه هي؟ ان احنا المفروض يبقى الوجبه بتاعتنا فيها، ونقول برضو النسب بتاعتها، هنقول بس الحاجات الاول ايه المفروض، الكربوهيدرات اللي هو النشويات. طبعا الكربوهيدرات دي فيها بسيط وفيها مركب، عشان برضه الناس اللي مش عارفه يعني ايه كربوهيدرات او نشويات. النشويات المكرونه والرز والكلام ده كله. ايوه دي كده، ده بيسموه المكرونه والرز ده النوع الكومبلكس او المعقد. في بقى النوع البسيط اللي هو زي الحلاوه والمربى والعسل بانواعه، السكريات بقى والمشروبات الغازيه والحاجات دي كلها. دي كده بالنسبه للنشويات. احنا محتاجين في الوجبه بتاعتنا، يعني في ناس بيقول لك احنا محتاجين من النشويات بس من 50 ل 60% من الوجبه، بس انا بقول يعني بشكل يعني لو عملناها دايره كده نقول احنا في ثلاث حاجات رئيسيه اللي هو النشويات والدهون والبروتين. ثلاث حاجات اهو. النشويات محتاجينها في الوجبه بنسبه 50% ما لا يقل عن 50%، اقل من كده. لكن احنا دلوقتي لو بصينا على معظم الانظمه الغذائيه اللي موجوده ومنتشره في مجلات وحاجات مشهوره، يعني انت بالفعل تبص عليها كده بتشتغل بتحرك الجسم. يا جماعه عايزين نفهم ان الجسم ده عامل زي الطفل الصغير بالظبط، لو ادينا له كل احتياجاته هيبقى زي الفل كده معانا، وهيخلينا نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي. هيبقى في طاقه، هيبقى في باور، هيبقى في نشاط، الناس هيبقى في استمتاع بالحياه لو احنا ادينا له اللي هو عايزه. لكن الطفل لو مش ادينا له احتياجاته ايه اللي هيحصل؟ هيفضل يزن. مش هيزن بس، يا ريت يزن، اتمنى ان هو يزن، لكن ده هيمسك في زماره رقبتك انا مش هيسيب يعني. ايوه صح. فهي الفكره كده بالظبط، يعني هو الجسم ده عامل زي الطفل الصغير، اديتي له كل الاحتياجات بتاعته هيبقى مبسوط منك وهيسمع كلامك وتقول له روح هروح تعالى تعالى وهكذا. ما اديتلوش احتياجاته ايه اللي هيحصل؟ هيحاربك زي ما انت بتحاربيه بالظبط، وكل شويه ينكد عليك وكل شويه يزن عليك وكل وهكذا. نفس الجسم هيحاربك بالظبط. يعني فاحنا كده محتاجين بشكل رئيسي ان احنا نفهم المعلومه دي، ان احنا نعامل جسمنا ده جسم ده ربنا خلقه، يعني عايزين نهتم بيه شويه. الناس عايز يعني تيجي الناس تيجي لي قاعده تقول لك يا دكتور انا مش فهمت طايق نفسي. ازاي مش طايق نفسك؟ يعني مهما حصل يقول انا مش فهمت طايق نفسي يا دكتور. اتفضلي. في مشكله بس بتواجهنا اللي هو بسبب النحافه، ان احنا اصلا في الناس اللي هم رفيعين بيبقى عندهم مش قله تغذيه، هم مالهمش نفس للاكل، في فقدان شهيه. فاحنا ازاي نعالج حاجه زي كده؟ عن طريق مثلا بنتجه للادويه، ولا بنتجه لمثلا معظم في اكلات بتفتح النفس زي ما بيقولوا؟ فاي حل احنا حضرتك بتفضله؟ والله انا قلت بقوله باستمرار وبكرر فيه في كل الاماكن في كل المحاضرات وهكذا، بقول ان احنا محتاجين ان احنا ناخد كل العناصر الغذائيه اللي احنا عايزينها، الدهون والنشويات والبروتينات، ولازم برضو نعرف النسب بتاعتهم. النشويات محتاجين 50% من الوجبه، محتاجين 30% من الدهون اللي الناس اصلا بتمنعها، تقول لك لا ده الدهون ده دي هتسبب لي ضرر كبير جدا بتتعب المعده والكلام ده. بتتعب المعده، لكن الجسم الدهون ديت حاجه رئيسيه في يعني الجسم محتاج 30%. ما ينفعش ان احنا نقلل عن كده. هنقلل عن كده ايه اللي هيحصل؟ النشويات هتخش في الجسم وتتحول وياخد احتياجه ويخزنها برضه، يعني النشويات بتتحول في نهايه المطاف لدهون لو مش موجود الدهون اللي احنا عايزينها، فعشان كده تلاقي الشخص برضه بيتخن او الشخص ايا كان بقى فاحنا ده احتياج يا جماعه، الطفل محتاج ده احتياجات. لو قدرنا ان احنا نلبيها له تبقى دفعه قويه جدا الجسم يستجيب ويحصل زياده في الوزن. بس بنسب صح؟ بالنسب، ودي بتتحدد بالظبط من قبل بقى استشاره التغذيه. جميل. اللي هو بقى النسب دي بيوزعها اللي هو 50% نشويات، 30% دهون، 20% بروتين. يعني بالنسبه لفتح الشهيه، احنا حضرتك ما بتنصحش ان احنا مثلا نتجه للادويه او الكلام ده؟ ممكن نستخدم حاجات طبيعيه او اكل طبيعي بيفتح النفس؟ في حاجات بقى هقول لك شويه حاجات كده بسيطه ممكن تبقى دافعه قويه جدا ان احنا يعني حاجه مهمه تفتحش. جدا ان الناس كلهم في مشروبات، يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا في المشروبات هنلاقي مثلا مشروب الحلبه.
بس الحلبة ده صعب قوي يعني. يعني صعب صعب ليه؟ فعلا يعني في بالنسبة ناس ما بتحبش للحلبة او ما الحلبة. بتحبهاش، في مثلا في واللي هي الحلبة، كمان في بتسيب. البابونج، في حاجة اسمها البابونج تسمعنا، ايوه البابونج، طبعا. الكامومايل، في حاجة، في طبعا اليانسون. تتشرب يوميا قبل الاكل يعني، مثلا على يوم انا الريق. بنصح يعني ان الناس تاخدها قبل الوجبات، يعني مثلا فطار غدا عشاء، يبقى قبل كل وجبة ياخدها، دي هتبقى دافع قوي جدا ان هي تفتح الشاي. برضو محتاجين ان الوجبة يبقى فيها سلطة. المشكلة أصلا دلوقتي ان احنا السلطة دلوقتي مهملينها، السلطة دي فيها النكهة الطبيعية اللي موجودة فيها بتزود من افرازات يعني اللعاب اللي تأهلك ان انت يبقى في فتق، يعني يبقى في شهية مفتوحة. طب يا دكتور، طب ما برضه بينصحوا الناس اللي بتخس ياكلوا تاكل سلطة الأول عشان لا يقتلوا لا نفسهم. ما هي بالفعل، بس في فرق بقى. يعني احنا دلوقتي مثلا لو اتكلمنا في موضوع المية واتكلمنا في موضوع السلطة، بالفعل كل الناس محتاجة مية، محتاجة، احنا قلنا الثلاث حاجات الأساسية، محتاجين برضه فيتامينات، مالتي فيتامين بقى موجودة في الفاكهة والخضار جميع أنواعها، الفاكهة ومحتاجين مينرال، يعني محتاجين معادن. احنا الجسم محتاج فيتامينات ومعادن، ومحتاج الكربوهيدرات والنشويات والبروتينات والمية. لو قدرنا ان احنا نحط الست حاجات دول في الوجبه الرئيسيه، في الوجبه بتاعتنا، يبقى ده احتياجنا. بس بقى بتختلف بقى من شخص التخين والشخص الرفيع. على الشخص التخين لا، ننصح ان هو يشرب الميه قبل الوجبه. طب في حاجه مهمه جدا بالنسبه للميه، لان انا على طول ما انا باكل الميه جنبي فبيقولوا ده غلط. هل ده فعلا غلط ان مثلا اكل معلقه ومعاه ميه؟ بيقولوا ان هي بنملى البطن. كده فعلا، بالفعل. وبيقولوا ان هي بتتخن وحاجات من دي، بس وفي ناس بتقول ان هي احسن. في انا اقول لكم، بس اقول لكم الفيصل في الموضوع ده. هو الفيصل 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 في الموضوع ده، ان احنا الشخص التخين محتاجين ان احنا نشرب الميه قبل الوجبه مثلا بربع ساعه ولا حاجه، دي هتبقى دافعه قويه جدا. ان اول حتى الهضم بتاعنا هيبقى كويس، الاكل بتاعنا هيبقى صحي، الاكل اللي احنا ناكله هيبقى هنستفيد منه، هيتوزع في الجسم. فاحنا دي بالنسبه للشخص التخين. بالنسبه للشخص الرفيع او اللي هو عاوز يتخن، ما ينفعش ان هو يشرب الميه قبل او اثناء، لان دي يعني بتخفف العصاره الهضميه او وبتبقى دافع قوي ان هي تملى، بتحسسك بالشبع السريع. عشان كده ننصح قبل للناس التخينه تبقى قبل البتاع، تبقى قبل الناس الرفيعه. بالناس الناس الرفيعه يبقى بعد، عشان كده بعد يعني ما ينفعش خالص في الاكل. لا، ما ينفعش قبل ولا في النص، مش ينفع ولا قبل ولا اثناء. احنا عايزين نشرب بعد. بعد ليه؟ علشان بنبقى عاوزين نوسع الاوعيه الدمويه بتاعتنا، علشان تقدر اللي هي تاخد كميات اكل اكتر، الاكل يتوزع بشكل كبير. والميه دي هي اللي بتوزع علينا العناصر الغذائيه لكل خليه من خلايا الجسم. فاحنا محتاجين الميه دي احتياج. بس بالنسبه للشخص نعرف. طب نتكلم بقى في نقطه برضو مهمه، انت طرحت نقطه مهمه جدا اللي هي شرب الميه. شرب الميه ده نعرف، انا اعرف احتياجي من شرب الميه ازاي. انا دلوقتي اقدر اقول انا احتياجي من شرب الميه، احنا كده عرفنا احتياجاتنا الاولانيه اللي هي الكربوهيدرات والنشويات البروتين. نقدر ان احنا نعرف بقى احتياجنا من الميه ازاي. ان انا بوزني عن طريق الوزن اقسمه على رقم 8. ده معادله يا جماعه، الوزن الكلي على رقم 8. الوزن الكلي بالكيلوجرام على 8. اللي بيطلع بقى الناتج اللي بيطلع ده ايه؟ ده عدد كوبايات الميه اللي المفروض تشربها يوميا. ما ينفعش تقل عن كده، ما ينفعش تقل عن كده. لو قلت عن كده يبقى انت كده ما خدتش احتياجاتك من الميه. كويسه جدا يعني. بس بقى زي ما قلنا، اللي هنشربهم بالطريقه، هل انت شخص تخين ولا شخص رفيع؟ شخص تخين يبقى انت خلاص عرفت انت هتشرب ازاي، وهتشرب قبل الوجبه، هتشرب بعد الوجبه بالنسبه للشخص اللي عايز يزيد او يزود وزنه. للأسف فقرة حلقتنا خلصت يا دكتور، احنا استفدنا كتير من حضرتك، واتمنى ان يكون معانا ان شاء الله في حلقة تانية عشان نستفيد اكتر وكل الناس اللي بتشوفنا تستفيد. كده خلصت فقرتنا، استنونا في حلقة جديدة من برنامج قمر 14.